استعراض لمختلف الوحدات العسكرية لفوج المقر العام انطلق التقليد السنوي للاحتفال وتخليد الذكرى 61 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وجه بالمناسبة الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية، وقد ذكر الملك محمد السادس بالمنجزات القيمة التي طبعت مسار سنة كاملة من التفاني في تأدية الواجب تجسيدا للرؤية الملكية كجيش محترف يستجيب لمتطلبات العصر. وأشاد الملك محمد السادس في الأمر اليومي بالدور النبيل ذي البعد الإنساني الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية عبر عمليات إنسانية لفائدة أبناء المناطق الجبلية النائية الوعرة، وعبر نشر مستشفيات وأطقم طبية وفرق إغاثة لمساعدة سكان هذه المناطق. الملك محمد السادس بالمناسبة عبر عن رضاه عن مختلف الوحدات العسكرية المرابطة في التخوم بأقاليمنا الجنوبية، وكذا الوحدات الخاصة العاملة في مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية، فيما نوه بعمل سائر الوحدات العسكرية والأمنية التي عملت باستماتة لتحصين الوطن داخليا وخارجيا من كافة أشكال المخاطر. عودة المغرب إلى حضن الاتحاد الإفريقي حظيت بجزء مهم من الأمر اليومي للملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مذكرا بكون التعاون العسكري مع محيطنا الإفريقي لم يعرف الفتور أبدا في ظل وفاء لروح التعاون داخل القارة وتوجهنا الاستراتيجي للشراكة جنوب جنوب. في هذا السياق أشار الملك محمد السادس إلى تضاعف عدد العسكريين من الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة الذين يلجون سنويا المعاهد والمراكز العسكرية المتخصصة في التكوين الأولي والمستمر ببلادنا أو في مختلف مجالات التعاون المماثلة، وكذا مشاركة ممثلين للجيوش الأجنبية في التدريبات والمناورات المشتركة المنظمة في المغرب ثقة في النظام التكويني المغربي. أما فيما يخص ضمان التعايش السلمي بين الشعوب خاصة في إفريقيا، فما زالت مجموعة من التجريدات العسكرية المغربية تساهم في عمليات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى. وفي إطار العمل الإنساني تواصل الأطقم الطبية التابعة للمستشفى الميداني بالزعتري بالأردن والمستشفى الميداني الذي أصدر الملك محمد السادس تعليماته بنشره حديثا في جوبا جنوب السودان. وفي الختام أكد الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على مواصلة الرفع من مؤهلات البشرية واللوجستيكية لبلوغ أعلى درجات الجاهزية، فيما عبر عن حرصه على تحسين الظروف المادية والمعنوية لمختلف فئات القوات المسلحة الملكية مع تمكين أسرهم والمتقاعدين منهم قدماء المحاربين والعسكريين من رعاية صحية تضامنية لائقة.